أكثر شيء بحب عنده هو الجرأة. هو إنسان جريء. الجرأة بتعني إنه يقول واحد كل شيء، مش بس يظهر المسرحية. يعني نحن لما نشتغل نقد عادة بنقول يا ريتو عمل كذا، هلا يا ريتو عمل كذا بصير مسرحية تانية. بس عادة مع جاك جريء، بعرفه دغري، يعني بده يقول شيء بيقوله، وبكفي يكون العنوان الوحش، مش عارف بده ياكل مين الوحش. بس حلو العنوان، والمثلين ككاستنج مبينين. يعني اذا بتعمل سيمباتي بيناتهم كتير في هارموني بالوجهين يعني.